خير إن شاء الله، ليش عم تتصل فيني؟ نعم أسيل. جيهان، جود ليش فات على الحبس وشو هي مشكلته؟ فهميني شو القصة. أنت من وين عرفتي؟ ما دخلك، جود ويمان طلعوا بنفس الحبس ويمان ما رح يهدى ليقتله. عملي أي شي لو سمحتي. جيهان شبك؟ جيهان سمعتي شو عم قلك؟ بدهم يقتلوا لجود. كيف؟ رح يقتلوا جود. عم قلك يامان طلع بنفس الحبس وبده يقتلوا لجود. شو عم تحكي؟ رح يقتلوا لجود. خلص خلص جيهان اهدي.